Ever since March 30th, 2018, Hamas has been running terror attacks on the Gaza fence. Yet the actions of Hamas match the ideology of UNRWA. While the hands are the hands of Hamas, the voice is the voice of UNRWA. Children of UNRWA have evolved into the cannon fodder of Hamas. These kids would not have become Hamas cannon fodder without the loaded ammunition of the UNRWA schools. Thousands of UNRWA students, as well as UNRWA teachers and workers, have participated in the March of Terror on the fence. لأنه إحنا منروح هناك عشان ندافع بلادنا واليهود يعني يخافوا ويروحوا يعني ونقتل اليهود. UNRWA, which cries about its fiscal crisis, has emerged as the only real winner in this battle. UNRWA has successfully implanted the false illusion of the right of return by force of arms in the hearts and minds of yet a fourth generation of Palestinian Arab refugees. إن شاء الله مش الشباب هدول الشباب الجيل هذا الجديد إن شاء الله هنحرر القدس وهنرجع لأراضينا إن شاء الله. فإحنا بدنا نرجع. بدنا نرجع. بالقوة، بالسلاح، بصلاة الفجر، بوحدتنا، بدنا نرجع. حنرجع بلادنا وخصبا عن اليهود. برجع بلدي في القوة، أنا ضحي بدمائنا ومالنا ونرجع إن شاء الله لبلدنا. حرجع بالقوة وال إنه إحنا ما نتنزلش عن السلاح إنه إحنا نحافظ على الصلاة يكون عنا تقوى لله عشان ربنا ينصرنا. Because of its strengthened dedication to the right of return, UNRWA has been able to stand up to the world and ask for even more funds for its very existence. This year, like in previous years, Hamas ran military training summer camps for UNRWA students under the slogan, The March of Return is Now. في هذا العام مخيمات راجع لبلادي بمشاركة ما يزيد عن 100,000 مشارك ومشاركة. أنا جاي للمخيمات إني أستفيد إن كيف أرجع بلادي. كيف أرجع عرضي وشرفي؟ كيف أرجع للقدس؟ القدس هي إلنا ولازم نرجعها بأي قوة، ولا مينفعش نخلي اليهود ياخذوا نصها وإحنا نصها، لازم ناخذها كلها. In Gaza, we visited the UNRWA children in their summer camps. We heard from them what they are learning. We heard from them about their summer camp experience. We learned about the values that they learn about the right of return by force of arms. بلد هي بلاد المسلمين وبلاد العرب وليست لهؤلاء الصهاينة الذين مروا من جميع العالم مروا على هذا شعبنا المجاهد ولا يمكن أن ننفصل عن مجتمعنا وعن قضيتنا لكن نحن ملتزمون بالمناهج الدراسية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم وهذا القدس للمسلمين وليست للكفار القدس عاصمة فلسطين عاصمة فلسطين فقط ولا نقبل أن تكون عاصمة اليهود أبدا الله أكبر الله أكبر أنتم الذين سرقتم الأرض ودنستم بأقدامكم الأرض وها نحن ندوس بأقدامنا رقابكم إلا الذين لم يعرفونا من نكون نحن جيل العودة وانتفاضة القدس ونحن راجع لبلادي نحن مخيمات حماس تكبير الله أكبر تكبير الله أكبر In 2018 68 nations donated more than $1 billion to UNRWA to sanctify the status of 5 million Palestinian refugees, most of whom are now third or fourth generation descendants from the original refugees from 1948. 54% of the UNRWA budget is allocated to a school system which indoctrinates all children to fight for the right of return by force of arms. The Terror at the Fence campaign run by Hamas
is based on the UNRWA school system. بالجهاد ما والجهاد هو فرض لكل مسلم فرض عين إن أجب السلاح بالقوة إن روح سك زق الحجار بدنا نحرق أشياء اليهود زي ما حرقوا قلوبنا. بعدي الله والنبي يخلف على اللي اختراهم واللي عملهم. بشجع كل واحد بيطير طائرة ورقية أو برمي البلالين الحارقة لأنه يعني حققت يعني أهداف وحرقت لليهود أشياء كثير وخسرتهم يعني. تصعيد وكل يوم تصعيد عشان بس الطائرات الورقية والبالونات الحارقة. والله تعلمنا انه ندافع على ارضنا وندافع على بلادنا وكيف مثلا قتال وهجوم وكيف كل شيء. يلا امشوا ترامب لا يهمنا بشيء سواء قال أو لم يقل. ونقول لهذا ترامب مهما تمر مؤامراتك ومهما تمر المؤامرات نحن سنظل سنجاهد وسنحرر فلسطين لآخر شبر فيها. بالجهاد والمقاومة والصلاة والصبر مهما عملوا اليهود أي حاجة احنا صابرين وصامدين. بالمقاومة والجهاد في سبيل الله. وزق حجار عشان يوجد جبانك وزق لي حجار ويشرد مطير طبق يعني بلين حارقة يعني بنعمل كل حاجة يعني اليهود أصلا جبان بشرد منها بخاف يعني مهم أنا بدي أضل أقاوم أخذ السلاح أقوم أشتبك أعمل بدي إياه مش نايم في داري. ليش عشان القدس حرر الأسرة أرجع لبلادي. مسألات العودة طبعا هي كويسة يعني لأنه إشي كويس من ناحية إنه مقاوم بترجع لبلاد يعني. أين يا بلاد نحن عشاق الجهاد قد أتينا. تقول ليش أنت اليوم بتشارك مخيمات رجع لبلادي؟ عشان أرجع القدس اللي هي عاصمة فلسطين الأبدية وعشان أحرر الأقصى من دنس الصهاينة. أنا جيت أنا على الحدود خاصة عشان أروح أحرر وطني وبلدتي الأصلية يافا. عن طريق السلك دروح واجم بالحجارة على اليهود عشان أحرر بلدتي الأصلية يافا وهم بسلاح احنا بدينا أجمد وأقوى منهم. إن شاء الله هذه المسيرات ستتمكن من رجاع البلاد وإشارة السلك الزال بإذن الله تعالى. الاحتلال لا يتفاهم معه إلا لغة الدم. البلاد لا ترجع إلا بالمقاومة المسلحة. نرجع بدنا منيجع على السلك ومنطبش ومنكبر ومنهل إن شاء الله ومنرعب المحتل وإن شاء الله عن قريب جدا إن شاء الله راح نرعبهم وراح ندعس عروسهم ونخش على أراضينا إن شاء الله مكبرين ومهللين إن شاء الله. تحرير فلسطين كل فلسطين. This is not peace education. What we have here is brainwashing to prepare robotic armed children for the next round of fighting. The terror campaign run by Hamas through violent demonstrations on the border is now seen by thousands of descendants of Arab refugees from 1948 as the Terror Return Campaign. إن شاء الله بنرجعها هي على الحقيقة حنرجعها في الآخر غصبا عن اليهود والصهاينة وحنرجع أكيد يعني.